اللحظات الأخيرة تعداد فتحت البوابات للاندفاع لجياد وأفراز الانتاج عمر الأربع سنوات التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة متنافسة على مسافة 2000 متر. قيمة الجائزة 54,000 ريال، جائزة الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعودي رحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الانطلاق. مشاهدين الكرام، تبدأ من رقم 2 نضيد في المركز الأول الآن، ظبية التنهات على ما يبدو في المركز الثاني مع هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة. عزام في المركز الثالث من الخارج مسافة 2000 متر، مسافة المنافسة في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، التقدم مع نضيد بن بيكولو في المركز الأول الآن مع متابعة من ظبية التنهات ابنة فوزان في المركز الثاني، والتقدم أيضا من سبع الميدان في المركز الثالث من الخارج. خطيب هو الآخر يأتي في هذه المنافسة، عزام في المركز الخامس من الخارج في منافسة قوية. نضيد بن بيكولو يتقدم في المركز الأول، ظبية التنهات ابنة فوزان تأتي الآن مع الاقتراب لعلامة 600 متر. خطيب من الخارج يتقدم، عزام يحاول أيضا التقدم من جديد في هذه المنافسة. مشاهدين الكرام، نضيد بن بيكولو في المركز الأول، خطيب من الخارج للمركز الثاني، الحضور يأتي من بقية الأسماء المنافسة في هذا الشوط مع 400 متر الأخيرة. نضيد بن بيكولو يتقدم في المركز الأول 300 متر الأخيرة والمنافسة القوية. نضيد بن بيكولو هل يواصل أم لا في الأمتار 150 متر الأخيرة؟ يتقدم نضيد بكل قوة في المركز الأول وفارق 3 إلى 4 أطوال ما بينه وبين أيضا غيثان. نضيد يتمكن منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية من الكسب والانتصار.